بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، قواعد اللغة. نستأنف مع لو شوا دو لوكسيليير، اختيار المساعد. المقصود لو شوا دو لوكسيليير افوار او اتر، اختيار المساعد افوار او المساعد اتر. اذا كما نرى في هذه الفقرة، اجوتي لوكسيليير افوار او اتر او فيرب مونتي دي سون سورتي رونتري باسي اي روتورني. في اول جملة كما نرى عندنا ايل ثم نقاط مونتي لسكالي اون كورون. إذن إيل طبعا سنضع هنا لوكسيليار أفوار أو إتر، ثم عندنا مونتي لسكالي اون كورون. طبعا مونتي المقصود بها صعادة، إذن هنا عندنا لوفر مونتي المقصود بها صعادة، لسكالي طبعا المقصود بها الدرج، اون كورون هنا عندنا لوفر كوغيير، هنا اون كورون المقصود جاريا، إذن هو صعادة الدرج جريا. طبعا كما تلاحظوا هنا ما عندناش جو سوي مونتي مثلا سور، او مثلا ايلي مونتي سور، هو صعد فوق. طبعا في اللغه الفرنسيه نتكلم عن ما نسميه لي فيرب ترانزيتيف و لي فيرب ان ترانزيتيف. اذا لي فيرب ترانزيتيف المقصود بها الافعال المتعديه، لي فيرب ان ترانزيتيف الافعال الغير متعديه. الأفعال غير المتعدية هي الأفعال التي لا تحتاج إلى مفعول به. فمثلا إذا قلت أنا صعدت فوق، إذا المقصود أنني أنا الذي صعدت، أنا الذي صعدت بنفسي. إذا طبعا في هذه الحالة نتكلم عن فعل غير متعدي. لماذا؟ لأنه لا يحتاج للمفعول به، وهو تقريبا ما شرحناه فيما سبق لكن بطريقة مبسطة. لكن يجب التصحيح هنا بأن هناك بعض الأفعال تخرج عن القاعدة التي ذكرنا، والتي من خلالها نستطيع أن نحدد هل سنضع لوكسيليير أفوار أو لوكسيليير أتر. فمثلا في هذه الجملة التي سنرى هنا، طبعا من حيث المعنى كما ذكرنا فيما سبق، هو الذي صعد، هو الذي صعد بنفسه وبذاته. لكن من حيث الجملة، انظروا للجملة، وكأن هذا الشخص قام بشيء لهذا الدرج. لاحظوا إيل ثم عندنا مونتي لسكالي، صعد الدرج تماما كما نقول في جملة أخرى ضرب فلان. مونتي لسكالي، صعد الدرج. إذن هذا لسكالي في اللغة الفرنسية يعتبر كما لو أنه مفعول به، كما لو نقول بأن هذا إيل فعلت شيئا لهذا لسكالي، رغم أن الصعود هو متعلق بعد إيل. إذا نقول هو صعد الدرج، كما نقول أنه هو ضرب الدرج أو أنه كسر الدرج. إذا يأتي تقريبا بهذا المعنى. نحن هنا نتكلم عن الكتابة. إذا طبعا في هذه الحالات عندما يكون عندنا فعل متعدي بهذا الشكل يحتاج لمفعول به، تقريبا يشبه ما ذكرناه فيما سبق. إذا في هذه الحالة سنستعمل هنا أكيد avoir وليس être. إذا ممكن أننا نقول إلي مونتي سور مثلا لا مونتان، إذا هو صعد فوق الجبل. إذا أكيد هنا لم نقول بأنه هو صعد الجبل، بل صعد فوق الجبل. وطبعا هناك فرق، طبعا في الحالة التي نقول فيها بأنه صعد الجبل، أن هذا الجبل ستان كومبليمون دوبجي، تقريبا ما يشبه المفعول به في اللغة العربية. إذا سنقول هنا إل أ مونتي ليسكالي أون كورون، يعني أنه صعد الدرج جاريا، يعني كأنه قام بشيء للدرج. من خلال قراءة الجملة كأنه فعل شيئا للدرج. طبعا في هذه الحالة تصبح هذا الإسكالي هو لو كومبليمون دوبجي ديال هذا فعل مونتي. إذا أكيد لوكسيليار الذي سنستعمل هو لوكسيليار أفوار. ثم عندنا سوندريون، ثم عندنا غونتخي شازال جوست أفون لو كو دومينوي. إذن سوندريون هي دخلت شازال، المقصود عندها. إذن المقصود أنها دخلت لمنزلها أفولوكو دومينوي قبل منتصف الليل. إذن ماذا سنقول هنا؟ ما دامت أن هي التي دخلت، إذن قلنا هنا غونتخي شازال، دخلت عندها. إذن ماذا سنستعمل هنا؟ أكيد سنستعمل لوكسيليير إتر. سنقول ماذا؟ سوندريون est rentré chez elle juste avant le coup de minuit.
ثم عندنا سوماتا هذا الصباح، ثم عندنا جو، ثم عندنا الفيرب باسي. سوماتا هذا الصباح، سوماتا جو، ثم عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل باسي، يكتب بهذا الشكل باسي. اذا المقصود بانه مسبوق باوكسيليير سواء افوار او اتر. لذلك اخذنا هاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل باسي، اذا نكتبه بهذا الشكل باسي او اكسون ايغو. عندنا جو ثم لوكسيليير الذي سنختاره، ثم عندنا باسي شي توا. المقصود هذا الصباح انا مررت عندك، انا مررت لمنزلك، المقصود انني ذهبت عندك. عندنا لو فيرب باسي المقصود به مر او مضى، اذا انا مررت عندك، اذا عندنا باسي شي توا. مي il n'y avait personne، ولكن لم يكن هناك شخص، ولكن لم يكن هناك احد، اذا ليس هناك اي شخص. انا مررت لمنزلك ولم اجد احدا. اذا ماذا سنقول هنا؟ سوماتا جو، اكيد ساقول جو سوي باسي، اكيد ساستعمل لوكسيليا اتر، ساقول جو سوي باسي شي توا ما il n'y avait personne، انا مررت عندك ولم اجد احدا. ثم في الجمله الخامسه عندنا نو، ثم عندنا مونتي. كما نلاحظ مونتي عدا او اكسون ايغي زائد هاد الاس. لماذا؟ من هنا فقط يمكن ان نستنتج لوكسيليا الذي يسبقها حتى لو لم نفهم المعنى. عندنا نو، اذا عندنا جمع، نتكلم عن نحن، اذا اتكلم عن جمع. ثم عندنا مونتي، اذا هذا لو بارتيسيباسي لفعل مونتي، لكنه ملحق باس. ماذا يعني هذا؟ يعني بانه تاثر بهذا النو. وما الذي يجعله يتاثر بهذا النو؟ طبعا هو لوكسيليير اتر. اذا سنضع هنا لوكسيليير اتر. ساقول ماذا؟ ساقول نو سون مونتي دون لا شومبر دو نوتر فيس بور لوي بارلي. لاحظ هنا الفرق بين مونتي الذي راينا قبل قليل عندما قلنا il a monté l'escalier، وبين nous sommes montés dans la chambre de notre fils pour lui parler. نحن صعدنا لغرفة ابننا pour lui parler، لكي نتكلم له، لكي نكلمه بمعنى آخر، لكي نكلمه، لكي نتكلم معه. إذا سنضع هنا nous sommes montés dans la chambre de notre fils pour lui parler. إذا كما نلاحظ لم نقل هنا nous sommes montés كذا وكذا، بل قلنا nous sommes montés dans la chambre de notre fils pour lui parler. ثم في الجملة الموالية عندنا vous، ثم descendu. إذا كما نلاحظ عندنا le verbe descendre، إذا هذا le participe passé الخاص بفعل descendre. إذا هنا عندنا le participe passé الخاص بفعل descendre، إذا نقول descendu. وكما نلاحظ descendu بدون s، ولكن هنا عندنا descendu بأس. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا بأن هاد لو بارتيسيباسي أنه تأثر بالجمع الذي يمثل الضمير فو. إذا عندما نقول فو فنحن نتكلم عن أنتم، فأنتم لستم شخصا واحد، ممكن أننا نستعمل فو للاحترام. ولكن كيف ما كان الحال، مادام أننا نتكلم عن فو سواء كان شخصا نذكره بالجمع للاحترام، إذا فنحن سنذكره بالجمع، وبالتالي حتى هاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديسوندر طبعا سيتأثر بهذا الجمع سواء كان معنويا أو فعليا. إذا عندما نقول فو، لوكسيليير اتر هو الذي يجعل هاد لو بارتيسيباسي يتأثر بهاد الضمير بالتأنيت وبالجمع. فلو أننا هنا نتكلم عن أنتن مثلا، إذا أكيد سنضيف أو إس، ولا نضيف فقط إس كما عندنا هنا. أكيد الذي عندنا هنا فو المقصود بها أنتم، ونقصد بها الذكور. إذا فو، ثم ماذا سنقول؟ فوزات ديسوندي، أنتم نزلتم ألوتيل بور لا فان دو سومان. إذا أنتم نزلتم للفندق لنهاية الأسبوع، المقصود بمناسبة نهاية الأسبوع. إذا فو ديسوندي à l'hôtel pour la fin de semaine.
أنتم نزلتم للفندق بمناسبة نهاية الأسبوع. إذا كما نلاحظ بأن الفيرب ديسوندر هنا ستان فيرب أن ترانزيتيف، هو فعل غير متعدي لا يحتاج لمفعول به، وبالتالي سنسبقه بلوكسيليار اتر. طبعا تقريبا يشبه ما شرحناه فيما سبق مع ما ذكرناه قبل قليل من فرق. إذا vous êtes descendu à l'hôtel pour la fin de semaine. ثم عندنا في الجملة الموالية ال هن، ثم عندنا rentrer، ثم les sacs d'épicerie. عندنا ال rentrer les sacs d'épicerie. إذا كما نلاحظ بأن ال يعني هن، إذا نتكلم عن جمع هنا. rentrer عندنا لو participe passé الخاص بفعل rentrer يعني دخل أو أدخل. إذا كما نلاحظ هنا عندنا لو participe passé الخاص بفعل rentrer. إذا كما نلاحظ لم نضيف له لا أه الخاص بالتأنيث ما دام أننا نتكلم عن آل، إذا نتكلم عن إناث، ولم نضيف له أس لأننا نتكلم عن جمع، جمع إناث. أكيد سنضع elles ont rentré les sacs d'épicerie، يدخلنا أكياس البقالة. إذا نتكلم مثلا عن بقال عنده أكياس أمام الحانوت، إذا هناك بنات أو نساء يدخلن هذه الأكياس. مثلا هناك أكياس للدقيق، ربما أن هناك أكياس خاصة بالتوابل، إذا نتكلم عن أكياس البقالة. إذا هن يدخلن أكياس البقالة، إذا أكيد أن هن يدخلن شيئا آخر. إذا ماذا سنقول هنا؟ إذا سنقول elles ont rentré les sacs d'épicerie. إذا هن يدخلن أكياس البقالة. elles ont rentré. أما إذا قلنا elles sont rentrées، إذا أكيد هاد rentré سنضيف لها es، يعني هن دخلنا. سيكون الفعل غير متعدي، سيكون هاد لو فيرب rentré سيكون ان فيرب ان ترانزيتيف، يعني انه فعل غير متعدي، في حين الذي عندنا هنا لو فيرب rentré سي ان فيرب ترانزيتيف، يعني انه فعل متعدي. عندما نقول elles ont rentré يعني هن ادخلنا، ادخلنا ماذا؟ اذا هن ادخلنا اكياس البقاله. اذا كما لو نقول بان هذا الفعل يحتاج لمفعول به، ما معنى مفعول به؟ يعني ماذا ادخلنا؟ نقول هو ضرب، ضرب من؟ إذا هو ضرب فلان. إذا هنا الفعل متعدي. إذا تقريبا هذا الفرق بين هاد الأفعال لا فيرب ترانزيتيف لا فيرب ان ترانزيتيف، الأفعال المتعدية والأفعال الغير المتعدية. في الجملة الثامنة عندنا نقاط ثم فو، إذا أكيد بأن هذا سؤال باسي يعني مضى أو أمضى أو مرة. Une belle soirée à parler avec eux. إذا عندنا une belle soirée يعني أمسية جميلة à parler avec eux، للكلام معهم. إذا من خلال المظهر الأول لهذه الجملة المقصود بهذه العبارة هل أنتم أمضيتم أمسية جميلة في الكلام معهم؟ إذا ماذا سنقول؟ هل أنتم أمضيتم أمسية جميلة؟ إذا لو فيرب باسي هنا ستافيرب ترانزيتيف، إذا هو فعل متعدي، إذا لأننا سنقول ماذا أمضينا. إذا ماذا سنضع هنا؟ إذا أكيد سنضع لوكسيليير أفواغ. إذا ماذا سنقول؟ avez-vous passé une belle soirée à parler avec eux؟ avez-vous passé une belle soirée à parler avec eux؟ هل أنتم أمضيتم أمسية جميلة في الكلام معهم؟ إذا هل أنتن أو هل أنتم بنفس الشكل ما دام أنكم أمضيتم أمسية. إذا هاد لو بارتيسيباسي لن يتأثر بهاد فو ما دام أننا استعملناه مع لوكسيليار أفواغ. إذا عندما نقول افيفو باسي اون بيل سواغي بارلي افيك أو، إذا هل أنتم أمضيتم أو هل أنتن أمضيتن أمسية جميلة في الكلام معهم أو في الكلام معهن. إذا نفس الشيء. ثم في الجملة الموالية tu، ثم عندنا descendu cette colline très rapidement. لاحظ هنا عندنا الفيرب descendre ولكن ليس كما رأينا قبل قليل vous êtes descendu
à l'hôtel pour la fin de semaine. À l'hôtel pour la fin de semaine. إذن أنتم نزلتم إلى الفندق. هنا عندنا descendu cette colline. أنت أو أنت نزلت هذه الهضبة. أنت أو أنت نزلت أو نزلت هذه الهضبة. كما لو نقول أنت أو أنت ضربت أو ضربت هذه الهضبة أو قسمت أو قسمت هذه الهضبة. إذن كما نلاحظ أن لو verb descendre هنا استن verb transitif هو فعل متعدي. إذن ماذا سنقول هنا؟ أكيد سنستعمل l'auxiliaire avoir. ماذا سنقول؟ tu as descendu. tu as descendu. إذن أنت نزلت. إذن مادام أننا استعملنا l'auxiliaire avoir إذن أكيد أننا نعرف أن هناك un complément d'objet. إذن ماذا سنقول هنا؟ tu as descendu يعني أنت نزلت مثلا. إذن أكيد سننتظر ماذا نزلت؟ إذن سنقول ماذا؟ tu as descendu cette colline très rapidement. أنت نزلت هذه الهضبة بسرعة كبيرة. tu as descendu cette colline très rapidement. ثم في الجملة الموالية ميليزا ثم عندنا retourner chez elle à pied. ميليزا retourner chez elle à pied. يعني أن ميليزا عادت أو رجعت عندها المقصود رجعت إلى منزلها à pied على الرجل à pied يعني أن رجعت إلى منزلها فقط على رجليها ماشية على رجليها بدون أن تركب في وسيلة نقل. إذن ماذا سنقول هنا؟ ميليزا ثم retourner كما نلاحظ بأن لو participe الخاص بفعل retourner أضفنا له لماذا؟ لأننا نتكلم عن مؤنث والذي يجعل هذا لو participe يتأثر بميليزا هو l'auxiliaire être. إذن ماذا سنقول هنا؟ سنقول ميليزا est retournée chez elle à pied يعني أن ميليزا عادت عندها المقصود أن عادت إلى منزلها à pied على رجليها. ثم في الجملة الموالية ce matin هذا الصباح ثم عندنا nous ثم نقط sorti les poubelles. إذن هذا الصباح نحن أخرجنا ماذا؟ لي بوبيل أخرجنا سلات الأزبال سلات المهملات. إذا نتكلم عن لي بوبيل إذا نحن أخرجنا سلات المهملات أو سلات الأزبال. ماذا سنقول هنا؟ سمتا أكيد سنقول nous avons sorti les poubelles نحن أخرجنا سلات الأزبال. سمتا nous avons sorti les poubelles هذا الصباح نحن أخرجنا سلات الأزبال. ثم في الجملة الثانية عشرة pour trouver mes clés لكي أجد هنا بطبيعة الحال لإيجاد مفاتيحي je ثم نقط. إذا مادام عندنا je pour trouver mes clés لكي أجد مفاتيحي ولكن بمعنى أصح لإيجاد مفاتيحي. إذا مادام أن هناك je هنا إذا المقصود لكي أجد مفاتيحي. طبعا الجملة التي عندنا هنا pour trouver mes clés لإيجاد مفاتيحي ولكن مادام أنني أتكلم عني أنا إذا فالمعنى هنا لكي أجد مفاتيحي. ثم نقط retourner ثم نقط retourner. إذا عندنا لو participe الخاص بفعل retourner. إذا كما نلاحظ retourner je retourner mes poches de manteau à l'envers. إذن كما لو نقول بأنني قلبت يعني جيوبي retourner يعني أدارة ولكن هنا يأتي بمعنى قلبة mes poches يعني جيوبي de manteau الخاصة بالمعطف à l'envers إلى العكس à l'envers يعني إلى العكس يعني أنا قلبت جيوب معطفي إلى الخارج. سأقول je retourner طبعا سنسبق لو participe الخاص بفعل retourner بأوكسيليير انا قلبت مي بوش هنا عندنا انا ادرت جيوبي ولكن المقصود انني قلبت جيوبي دو مونطو الخاصه بالمعطف الانفير الى العكس المقصود انني قلبت جيوب معطفي الى الخارج يعني عكس داخلها. طبعا الوضعيه التي تاخذها الجيوب أن تكون داخل المعطف
أنا قلبتها للعكس، المقصود أنني أخرجتها للخارج لكي أنظر هل توجد هذه المفاتيح أم لا، لكي أبحث عن المفاتيح. إذن pour trouver mes clés je retourne mes poches de manteau à l'envers. إذن ماذا سنقول هنا؟ إذن أكيد سأقول j'ai retourné mes poches de manteau à l'envers. إذن سنقول ماذا؟ pour trouver mes clés j'ai retourné mes poches de manteau à l'envers. يعني أنا قلبت جيوب معطافي إلى الخارج، إلى العكس عندنا هنا. إذن في الجملة الثالثة عشر عندنا il avec s ثم descendu les vieux meubles au sol. إذن il ثم عندنا لو participe passé الخاص بفعل descendre. إذن كما نلاحظ descendre لم يأخذ s هنا. إذن عندنا لو participe passé الخاص بفعل descendre لم يأخذ s. لماذا؟ أكيد أنه سيكون مسبقا بلوكسيليار أفوار. إذن أكيد سيكون مسبق بلوكسيليار أفوار. إذن سننظر جملة il descendu les vieux meubles، يعني أننا أنزلنا الأتات القديم. أكيد مادام أننا أنزلنا الأتات القديم الصوصال إلى القبو أو ما تحت الأرض. إذا نتكلم عن المنزل الذي يكون على الأرض، أحيانا يكون هناك ما تحته. إذا هم أنزلوا هذه الأتات إلى ما تحت الأرض. إذا نتكلم عن القبو. إذا مادام أنهم أنزلوا هذه الأتات القديم، إذا لو فيرب ديسوندر سي فيرب ترانزيتيف. إذا لو فيرب ديسوندر سي فيرب ترانزيتيف هو فعل متعدي. مادام أنهم أنزلوا لي فيو موبل، يعني أنهم أنزلوا الأتات القديم أو سوسول إلى ما تحت الأرض. إذا سنقول ماذا؟ إيلز أون ديسوندو، يعني هم أنزلوا لي فيو موبل. هم أنزلوا لي فيو موبل أو سوسول، يعني هم أنزلوا الأتات القديم إلى ما تحت الأرض. ثم في الجملة الرابعة عشر فيليب ثم باسي سون بيرمي دو كوندوير سون نيرفوزيتي. فيليب باسي، عندنا لو فيرب باسي سون بيرمي، يعني أنه أمضى رخصة السياقة. إذا نتكلم عن بيرمي، باسي سون بيرمي يعني أنه أمضى رخصة سياقته. طبعا نتكلم عن أنه أمضى الامتحان الخاص بالحصول على رخصة السياقة. إذا نتكلم عن سون بيرمي دو كوندوير يعني رخصة السياقة، سون نيرفوزيتي بدون تعصب بدون نرفزة. إذا نقول سون نيرفوزيتي. فيليب أكيد سنقول ماذا؟ إذا سنقول فيليب أباسي. أباسي يعني أن فيليب أمضى. أمضى ماذا؟ سون بيرمي دو كوندوير سون نيرفوزيتي، يعني أنه أمضى امتحان الحصول على رخصة السياقة بدون تعصب وبدون ضغوط نفسية. ثم في الجملة الأخيرة عندنا لي فواياجور ثم مونتي دون لافيو ابخي دو زور داتونت. إذا لي فواياجور المسافرون ثم عندنا لوكسيليار ثم مونتي. عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مونتي كما نلاحظ بأنه متبع بأس. إذا أكيد هذا لو بارتيسيباسي أنه مسبق بلوكسيليار اتر. لماذا؟ مادام أن لو بارتيسيباسي هنا تأثر بالجمع الذي تدل عليه كلمة لي فواياجور. طبعا كما نلاحظ بأن لي فواياجور أيضا أنها منتهية بأس. إذا نتكلم عن المسافرون أكيد سنقول ماذا؟ سون مونتي، يعني أنهم صعدوا دون لافيو أبخي دو زور داتونت. إذا هنا لم نقل بأن المسافرون صعدوا الطائرة، طبعا نقول هذا في اللغة العربية، ولكن الذي عندنا هنا في اللغة الفرنسية عندنا صعدوا في الطائرة، ولم نقل بأنهم صعدوا الطائرة. فيأتي الفعل هنا كما لو أنه متعدي، لكن الذي عندنا هنا لو فيغ مونتي سيت ان فيغب ان ترانزيتيف، عندنا فعل غير متعدي. إذا لي فواياجور سون مونتي، وفي هذه الحالة سنستعمل لوكسيليار اتر. إذا سنقول ماذا؟ لي فواياجور سون مونتي دون لافيو ابخي دو زور داتونت. إذا المسافرون صعدوا في الطائرة بعد ساعتين من الانتظار. لي فواياجور سون مونتي دون لافيو ابخي دو زور داتونت. إذا المسافرون صعدوا في الطائرة بعد ساعتين من الانتظار. طبعا هم صعدوا الطائرة، لكن الذي عندنا هنا أنهم صعدوا في الطائرة. إذا لي فواياجور سون مونتي دون لافيو ابخي دو زور داتونت. إذا المسافرون صعدوا في الطائرة
بعد ساعتين من الانتظار. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.